इस इश्क में मर जावा। أنا مشكلة كبيرة إذا نمتلك شوي. لا أنا مو نعسانة، أنا منيحة كتير. أنت لك كم يوم ما نمت منيح؟ شكور، نحن لازم نكون قوايا بهي المعركة، لازم نكون قوايا جسديا مو بس عقليا. قلي لي، انت شفتي شي مرة من قبل جند ضعيف قدر انه يفوز بالمعركة اللي عم بحارب فيها؟ لازم نحافظ على قوتنا ونكون مركزين اذا بدنا نفوز بهي المعركة. حضرة الكولونيل، يعني اذا انا مرضت فوقتها رح ترميني برات قطعتك؟ ايه رح ارميكي برا. اذا كنتي جندي عندي وما رح تسمعي مني وتنفذي كلامي رح ارميكي. طيب ماشي، انت هلا لازم تعملي شي واحد بس، لازم تنامي هلا مع انجور وهيك ما رح تحسي انه نومك بعدك عن بنتك. وانا رح اعمل شغله، رح غني لك مثل ما انت بتغني لانجور، وهيك رح تقدري تنامي وراح تفيق الصبح مرتاحة. ماشي. اللعبة راحت لحتى تلمس القمر بإيدها. شوفي وأنا ما عم بغني منيح، ما آسف. بنتك الوحيدة رح تموت ببطء كبير كل يوم. انت رح تحسي انك عم تختنقي وزوجك رح يضل عم يبكي وخايف، بس ما رح تقدري تعملي شي، وبالاخر رح تقتليها بايدك. انا مستحيل اني اقدر نام لحتى انتقم من هدول الاشرار اللي ازوا لبنتي وبدهم يحرموني منها واقتلهم بايدي. الو شاكور، قولي لي كيفك؟ اروهي عم تحكي معك. اروهي؟ اروهي؟ بس اروهي هاد مانو رقمك. مو بس الرقم يا شاكور، في كتير شغلات تغيرت بحياتي. بس من وين بدك تعرفي؟ إلنا زمان كتير ما التقينا وما عم نحكي مع بعض. بكرة في حفلة معمولة ببيتي ولهيك أنا تذكرتك. إيه أروهي، أنت رفيقتي المفضلة وأنا رح كون رفيقة كتير منيحة لإلك. لهيك لازم تعملي شغلة، ليش ما بتجي أنت وسراج بكرة لعندي على الحفلة ورح كون كتير مبسوطة بشوفتك. حفلة؟ إيه شاكور، في حفلة، وكمان أنا بظن أنه الحفلة تبع بكرة رح تكون كتير مميزة، لهيك بتمنى إنه تقبلي عزيمتي وتجي. إذا اتنيناتنا التقينا وقتها في كتير شغلات حلوة رح تصير، لأنه نحن مننجح بأي شي بنعمل. أروهي انتي معك حق تماما، بس هاي السنة أنا وسراج ما رح نكون قادرين نجي على حفلتك. أروهي بالحقيقة أنا بنتي
أنجور ماتت، ابنهن أخذوا أنجور مني بالقوة وحرموني منها. هنن لاقوا بنت وحدة شريحة بالمشفى، هنن فكروا بأن بنتنا أنجور. أنت رح تحسي أنك عم تختنقي وزوجك رح يضل عم يبكي وخايف، بس ما رح تقدري تعملي شيء ورح تكوني عاجزة تماماً، وبالآخر رح تقتليها بإيدك. شاكور، أنت بتعرفي بشو عم فكر؟ اثنيناتنا مكتوب علينا أن نرجع نلتقي. منيح أنك هلأ خبرتيني عن أنجور، بظن أني بقدر ساعدك بهالموضوع. بآخر فترة مضيت أنا رحت وعشت بضاعة بالغابة، وتعلمت من جورما كيف أقدر أعمل أدوية مختلفة عن طريق خلط الأعشاب مع بعضها. أنا فيني أعمل دواء يشفيها لأنجور. على القليلة فيني حاول أعمل هالشي، بجوز أنجور تستفاد عليه. لا تاكلي هم، ماشي؟ أروحي يعني؟ ما أقول يصير هالشي؟ ما أقول إنه بنتي تتحسن على هذا الدواء؟ أروحي. إذا هيك رح روح لوين ما بدك، أنا جاهزة لحتى أعمل أي شي كرمال بنتي. صدقيني أنا ما بدي أي شي غير إنه بنتي تصير أحسن. صدقيني أنا حاسة فيك كتير منيح شاكور. أنا بعرف إنه الأم شو ممكن إنها تعمل إذا بيصير أي شيء على طفلة. أروهي؟ شوفي أنتي مبين من صوتك إنك كتير متوترة. أنا منيحة شاكور. ماشي اسمعيني، أنا رح قابلك بكرة. وانتبهي على شغلة مهمة، أنا مو بقيانة بقصر فسندارة باعتباري أروهي. أنا هلأ غيرت شكلي وعايشة على أني ما مبرت. هويتي الحقيقية ما لازم تنكشف قدام أي حدا، لأنه بالنسبة لهدول الناس أروهي ماتت. صدقيني في سر كتير كبير من ورا هالشي. خبرك يا بس شوفك. ماشي أروهي، أنتي لا تاكلي هم، نحنا ما رح نخلي سرك هاد ينكشف. لا لا لا، نحنا مو مخبيين أي أسرار، وشو ما كان يلي عم نعمله نحنا مو من الناس يلي بيحتفلوا بالفرح المخفي. انت مو لازم تحتفل، السعادة بتزيد بالمشاركة. معناتها تعال على الحفلة، بس طبعا لا تجي لحالك، تعال وجيب معك المدام وأخوك كمان، انت أكيد بتكون تعبان من العيشة بالمخفي. تعال لهون يا رفيقي وخلينا نحتفل سوا مثل النمور مع بعض. أكيد رح أجي، لأنه يوم من صداقتنا سوا أكيد رح يجيب لنا سعادة جديدة. إيه طبعا، بس أنا هلأ هادي شوي هون، أنا عامل مثل الأسد يلي قاعد بهدوء قبل ما ينقضع فريسته. لهالسبب أنا عايش جنب ديب. بس مثل ما بيقولوا بأنه الأسد أول ما يشم ريحة الدم ما رح يقعد عاقل، لهيك أنا بس ناطر الفرصة المناسبة. لأنه بدي حالتي وطاقتي تكون مثل قبله أكتر، لأني بحاجة إلى لأرجع مثل قبل. لهيك خلينا نلتقي بكرة، أنا لازم أحكي معك بشوية شغلات. ماشي نلتقي. مع مين عم تحكي؟ سراج. سراج اتصلت أروهي، هي عزمتنا على حفلة ببيتها بكرة. سراج، بعد هالكم يوم اللي مضوا أنا صار عندي هلأ أمل وعندي إحساس إنه بنتنا رح تتعافى. شو؟ عن جد؟ بسرعة قليلي شو قالت لك؟ هلأ أروهي كانت عم تقول إنه فينا تشفيها لبنتنا بالأدوية الطبيعية. هي ما بتعرف قديش رح تشتغل على هذا الشيء، بس سراج في عنا أمل. الأدوية الطبيعية؟ أنت مفكرة أنه أنجور رح تشفى بالأدوية الطبيعية؟ أنا قصدي أنه أحسن الأطباء عالجوها لأنجور وهي ما قدرت تتحسن، فكيف رح تتحسن بالأعشاب؟ سراج أنا بس بدي شوفها لبنتي عم تتحسن وتشفى، ولهذا السبب أنا رح ساوي كل اللي بقدر عليه. أنا ما عاد فيني شوف وضعها لبنتي هيك. كرمال بنتنا اثنيناتنا رح نروح على هالحفلة. معك حق شاكور، المحاولة ما رح تضر، اثنيناتنا رح نروح. انت شو عم تعمل فيكرام؟ يعني انت بدك يانا انه نموت كرمال العالم؟ انت اللي جبتنا وخليتنا نتخبى هون، وهلأ بدك يانا نطلع قدام الكل؟ طلعتنا من هون خسارة كتير كبيرة وفيها خطر كمان على حياتنا. فيراد شخص واصل كتير يا أمي،
إذا أنا بدي بلش شغلي مرة تانية فأنا لازم أرجع أقابل الناس. رح روح على الحفلة وأرجع بنفس الطريقة بدون ما حدا ينتبه. على أي حال هالمكان بعيد عن أزاد قوم، ما في خطر علي هني. بس ابني، نحن لازم ننتبه منيح. أهلا وسهلا. أهلين أخي، شرفتوا كتير. بتشكرك على حضورك. كان لازم نجي فيرات لأنه نحن بعدين رح نروح على مكان تاني رح يكون مستحيل إنه نتواصل فيه. فكرت احتفل للمرة الأخيرة. تفضلوا لو سمحتوا. أهلين شاكور، سوراج، أهلا وسهلا فيكن. أنا كتير مبسوطة لأني شفتكن هون. أنا من زمان كتير ما شفتكن. شرف كبير إلنا أنه نجي لهون. تفضلوا. نحن سمعنا بأنه المعالجة الطبيعية إجت لعندك. من بريت؟ إيه هي هون. أنا بدي أقابلها، أنا حابة أحكي معها شوي وأسألها عن صحتي. صبية حبابة كتير بتشتغل من قلبها كمان. شوفي هي كيف قدرت تعالجني. هي ممكن تكون بغرفتها، ما مشكلة بتقدر تشوفيها بعدين. هلأ استمتعي بالحفلة بالإذن. سوراج، أنا جيت لحتى أقابلها لأروحي. روح. أنت انهيت صفقة 100 مليون، شي ممتاز. في مثل بيقول إنه سبب نجاح كل رجل بالحياة بيكون في وراء امرأة. اللي مين هي اللي ورا نجاحها؟ شو عم تقول فيكرام؟ الإلهام الكبير ورا كل شي بعمله أو أي شي رح فكر إني أعمله. هاي هي أمي الغالية. مثل ما أنت قلت أن ورا نجاح كل رجل بالحياة بيكون في امرأة، أمي أنا هي ورا كل نجاحاتي. ديب، فكرت أنك رح تمدحني لإلي، بس لا، أنت دائماً بتقول اسم أمك بكل شيء بيصير معك. شو ما كان اللي حققته واللي فزت فيه ووصلت له لهلأ، هالشي كله كان بفضلها. هي قوتي وأملي وإلهامي، كمان هي بالنسبة إلي كل شيء. أنا عايش كرمالها وكمان عايش. ديب، ما بيصير تضل تمدح فيني بجو حفلة مثل هاي. أنا ابني حبيبي ما بنتبه أبداً على كلماته، هو بيضل يقول أي شيء. أنتوا ما أخذتوا أي شيء؟ أنا رح جيب لكم شيء. لا تقلبي وشك هيك يا مدام، بحكي لك شوي وقال الناس رح يعتقدوا انه البنت اللي بهالبيت مالها مبسوطة مع زوجها. وين ثياب مام بريت؟ وين شعري المستهار؟ والسنان كلهم كانوا هون؟ ممكن يصير هالشي؟ أنا حطيت التياب المفروض ينبعتوا على الكوي هون. بظن أنه تياب ما أمبريت راحوا مع هدول التياب. ما أمبريت ما لمبيني بأي مكان، ليش هي لهلأ ما إجت على الحفلة؟ بهذا الوضع أنا ما فيني أطلع، وممكن يجي أي حدا بأي لحظة. شو لازم أعمل؟ أنا لازم أطلب واحد تاني يا قدير. ألو، أروحي عم تحكي معك. أنا بدي أرجع أطلب طقم تاني لتجهيزات مامبريت مثل اللي طلبناه من قبل لو سمحت، وبسرعة كتير. يسلم.
يا ترى وين ممكن تكون أروه؟ شاكور أروهي؟ طمنيني عنك، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ أنا منيحة. أروهي أنت سحبتيني هيك من دون ما أشوفك، بلكي كان في حدا تاني. اهدي، تأكدت أنه ما في حدا تاني لأني طلعت من فتحة القفل. طيب شاكور اسمعي شو رح قلك. أنا بمشكلة كبيرة، زي اللي بلبسه بس اتخفى بمامبريت، ضاع بشي محل أنا ضيعته بالغلط. أنا طلبت واحد تاني، لو سمحتي أول ما يوصلوا الأغراض خبيلي إياهم وجيبيهم لهون، بس ما تخلي حدا يشوفهم، ماشي؟ إيه أروهي، أنا بعمل أي شي كرمالك. أنا كتير بيسعدني إذا فيني أقدم لك مساعدة ولو صغيرة. أنا رح أفتح عيوني منيح، وأول ما يوصلوا أغراضك أنا رح جيب لك ياهن، وخليني أشوفك كيف رح تطلعي بهالتنكر. أنا لازم أعمل لها دواء لإنجور، بتمنى أنه هالدواء يكون له مفعول، بس لا تاكلي هم، رح تكون بخير. أروهي شكراً، شكراً كتير، ما بتعرفي قديش هالمساعدة بتعني لي، شكراً كتير لإلك. لا تتشكريني شاكور، أنا ما صارت لي فرصة أكون أم، بس بنتك إنجور مثل بنتي صح؟ ما في شيء رح يسعدني عن جد أكتر من إني أقدر ساعدها وأشفيها. خليني روح. ماشي، أنا لازم أقله لأبي مانو إنه الزي تبعي ضاع، هو أكيد رح يشغله لديب، يعني لبين ما يوصل زي التاني، وإلا ديب رح يطلع لهون حتى يدور علي. على فكرة أنا حضرت شي مخصوص كرمالك، وجبت من أفضل المشروبات، شي مميز. امشوا يلا يلا. يا ولاد انتو شو عم تعملوا؟ هيك ايديكن رح يحترقوا بالنار، انتو ما لازم تلعبوا بالنار، هي خطرة. شو هاد؟ انتو الاثنين شو عم تعملوا هون؟ انا ما طلبت منكن انو ما تطلعوا لبرا. هدول الولاد رح يضلوا يتحركوا من مكان لتاني، مسؤوليتنا نحن أهلهم إنه ندير بالنا عليهم، وهنن عم بيلعبوا بالنار ممكن يحرقوا أيديهم، لكن الأولاد هن الرحمة من القدير، بلحظة بيكونوا قدامنا وبلحظة تانية بيصيروا بمكان تاني، نحن لازم ندير بالنا عليهم. بشكرك كتير لأنك نبهتني على هالشي، هن مسؤوليتي، تعالوا يا أولاد خلونا ناكل شي. سراج مشتاق لبنته كتير، هو كتير متوتر مشانه. أنا لازم أعمل شي لغير له مزاجه وخليه يروق. يلا تعال معي.
وين هاد؟ من أزياء رام ديال أستاذ. ورجيني. هاي الرزمة من محل الأزياء؟ هذا بيكون نفس المحل اللي بيتواجد فيه كل احتياجات الممثلين، بس مين بحاجة هيك شي هون؟ سراج، أغراض أروهي وصلوا لهون. طيب يسلموا. شو اللي فيها هالعلبة وما بدأ أروهي إنه دي بيشوفه؟ سراج لازم نوقفه لديب. ديب، معقولة أنت صاحب هاي الحفلة وما عم ترقص؟ ما بيصير لها. لا شكار، مو أنا، سراج أنت. لا لا لا، هات أنت صاحب الحفلة ولهيك لازم تولع الجو. نحن هون لنستمتع معك. بس تعال معي، تعال. ما نبليت لسه ما نزلت على الصالون. أنا لازم روح أدور عليها بغرفتها. يلا خدي هاي غراضك. يسلموا شاكور. من بريت. من بريت. من بريت. شو عم تساوي جوا؟ ليش مانك بالحفلة تحت؟ انت متخبية ولا في شي تاني؟ افتحي الباب. استاذ ديب انا عم غير ثيابي ليكون بدك تفتح الباب علي مرة تانية وتدخل لجوا. اهدى شوي انا جاية. يلا. نوع الثياب اللي هي بتلبسه ما لازم ياخد وقت كتير هيك. شو عم تساوي؟ أنا طلبت منك إنه تفتحي الباب. إذا أنا بدي أعرف شي عن مان بريت ما لازم أنتظر لحتى تنتهي الحفلة لحتى أعرف. اللي رح أعمله لازم أعمله هلأ. هي أكيد مخبية شي. شو هذا الشيء اللي انت عم تعمله؟ مو خجلان من حالك؟ انا قلت لك اني عم غير ثيابي، كيف تفوت علي هيك؟ عن جد انت ما في عندك اخلاق. اتفشاك اسكتي. انا اكيد ما عندي رغبه اني اشوفك بهالحاله، ليش ما كنتي تفتحي الباب؟ يلا اطلع لبرا، هذا هو اسلوبك. خلص بقى اسكتي يا. شاكور، انا بتشكرك كثير يا شاكور، انت ساعدتيني وقدرتي تنقذي حياتي اليوم. اروحي، يلا بسرعه البسي. اي ماشي، رح البسهم واجي. هذا المكان اسمه دهرنبورة. دهرنبورة؟ ايه أنا كمان سمعانة عن هذا المكان من جورما. جورما؟ مين هاي جورما؟ أروهي طلبت مني إجي لهون حتى ساعد شاكور، بس كمان أنا ما فيني خاطر أبداً وخلي حدا يشوفني هون هلأ. بكل الأحوال في أسرار كتير مخباية. أنا فقدت كل شي بسبب ديب يا شاكور. كل شي رح يكون تمام، بس أنت لا تفقدي الأمل. شاكور، صح أنا خسرت ابني، بس ما رح أسمح يصير لشي لإنجور. أنا بعدك بهالشي. جورما في عندها كتير معلومات عن الأعشاب، هي فيها تعمل دواء لإنجور من الأعشاب وأكيد رح تقدر تخليها تتحسن. أنا طلبت منها تجي، ممكن تكون هون بأي لحظة، بس خليها تشوفها لإنجور. أنا متأكدة إنها رح تقدر تخليها لإنجور تتعافى تماماً. أنا رح روح وأسأله لأبي مانو إذا إجت جورما. إيه خليكي هون. هاد مكان للناس يعيشوا فيه. ليش حسيت إنه هاد كان صوت باكشا باندي؟ الأمانة شغلة سيئة كتير. هلأ
اطلع فيني، شوف وين علقت حالي. شاكور حبيبتي، إذا كان لازمك أي شيء بس قولي من دون أي تردد. أنت لا تقلقي يا عمتي. إذا أنا ما قلقت مين اللازم يقلق؟ قليلي أنت أكلتي أي شيء؟ ما أكلتي؟ تعالي أنا رح أخذك. بصراحة أنا كنت عم دور على سراج، شفتي لي إياه بشي مكان؟ أكيد هو بكون مع ديب. طيب أنا رح روح دور عليه، بس كل شيء بالأول. ليش حسيت إنه سمعت صوت باكشا باندي؟ حابة تاخدي شي؟ لا. وينن أروهي وأبي مانو؟ نيناتن مبينين بأي مكان؟ مين هاي اللي ضربت فيها؟ مين بتكون؟ يا قدير، معقول تكون عرفتني؟ أمي، شو اللي صار لي؟ ليش واقفة هون هيك وكأنك شفتي شي شبح؟ لا، ما في شي. انت شو عم تعمل هون؟ يلا روح لعند تارا، هي لحالها. انت منيحة؟ ايه. كانت هون هلأ، لوين بتكون راحت؟ شاكور، أبي مانو ما بيعرف إذا كانت جورما إجت لهون ولا لسه ما وصلت، بس لا تقلقي، حتى لو إنها ما إجت فأنا هلأ رح أعطيكي عنوانها وبتردي تاخدي إنجور لعندها، وأنا متأكدة إنه بنتك رح تتعافى تماماً. إيه؟ شكراً أروحي. ألو، كتير منيح دكتور. أي معلومات بتقدر تحصل عليها عن مانبريت فوراً ابعت لي إياها بفاكس. سجل رقم الفاكس عندك. شاكور قالت لي إنه أروهي عايشة هون على أساس إنها مانبريت. ديب ما لازم يعرف شي عن هالموضوع، لازم خبرها لأروهي عن هالشي. هذا أبي مانو، لازم أحكي معه. أبي مانو، أي أمي؟ أي أمي، بنتي بخير ما هيك؟ أي نحن رح نروح بعد شوي. أي السيارة، هاي السيارة لهدوك المجرمين أكيد. شو اللي عم تعملوه؟ هاد معناه إنه باكشا باندي وفيكرام وراجشواري موجودين بالحفلة.
مساء الخير، لو سمحتوا تنتبهوا علي شوي. شكرا. أنا حابة أقول إنه هلأ صار الوقت مشان نخلص الشي اللي انعملت كرمال الحفلة، يعني صار الوقت لتوقيع أوراق الصفقة. لوين راح أبي مانو؟ أنا ماني شايفته بأي مكان. هي الصفقة ما لازم تتوقع لو شو ما كان الثمن، لأنه إذا دي وقع عليها رح يقوى أكثر من الأول. ديب، أنا حابب إني أتشكر كل الأشخاص اللي بسببهم هنن هي الصفقة صارت من قبل ما نوقع على أوراق العقد. راجيشواري، هي اللي خلتني أتعرف على السيد سنغانيا، وبسببها هي الصفقة صارت. صحيح إنه الناس اللي موجودين بهي الحفلة ما بيعرفوا أي شي عنا، بس كمان إذا هي الأخبار انتشرت بالصحافة فوقتها نحن رح نموت. السيد سنغانيا، لو سمحت. مساعدي لازم يكون رجع معه أوراق الصفقة. ليش عملتي هيك؟ سبب غبائك الأوراق اللي كان من المفروض أنها تتوقع هلأ، وكرمالاً عملت هاي الحفلة شوفي كيف خربتي كل شيء. يا قدير، أنتي شو عم تقولي؟ أنا ما عملت هيك عن قصد، أنا كنت جوعانة ولهيك كنت رايحة لأجيب لي شي شغلة أكلة، وهي قشت بالنص وتفركشت فيها والعصير وقع على الأوراق، ولكن شوفي كيف توسخوا. ما في أي داعي لتتوتري تارا. إذا ديب بده شيء وصمم عليه، ما حدا بيقدر يمنعه من إنه يحصل عليه. بس ديب الأوراق، ما في أي حدا بيقدر إنه يجي ويخرب أي شيء بملكه أنا، لا أوراق ولا غيره. أنا محتفظ معي بنسخة تانية من أوراق الصفقة. كاشياب، جيب أوراق الصفقة. ليش أنا حاسس بأنه مانبريت خربت أوراق الصفقة عن قصد؟ بس ما في مشكلة، الفاكس رح يوصلني وقتها كل شي رح ينعرف، وبعدها شوفي شو رح ساوي فيكي. شو رح يصير إذا ديب رح وتفقد الفاكس؟ أنا لازم روح وأعمل شي وشغله فيه لبين ما يكون أبي مانو قدر يتعامل مع الفاكس.
استنى سيد ديب راج سينغ، أنت شخص رائع. قلي لوين رايح وتارك حفلتك؟ بالواقع أنا بس كنت بدي. أنت وقعت الوراق لصفقة كبيرة وهذا الوقت لنحتفل. اطلع على مرتك مبين عليها إنه هي كتير حابة ترقص، حتى رجليها عم بيرقصوا من هلا. معك حق تماما، مو بس رجلي كمان قلبي عم يرقص. الطريقة اللي رح نحتفل فيها أنا وديب اليوم الكل رح يتذكرها. شوي كانوا هون، وين رح يكونوا؟ راح شاكور؟ أمي، نحن لازم نطلع من هون. ليش؟ لأنه شاكور موجودة بالحفلة. شاكور؟ إيه، امشوا. أروحي؟ شاكور شوفي في حدا موقع تليفونه، خدي شوفي لمن هو. أروحي؟ هالتليفون فكرام؟ يعني كان هون؟ عن طريق هذا التليفون نحن صار فينا نكتشف وين مكان فكرام. نحن رح نقدر نحدد موقعه عن طريق سجل مكالماته. أروهي شكراً، أنت هلأ ساعدتينا كتير. سراج راح بكير مشان بنتنا، وأنا هلأ صار لازم. ديب، كل أجهزة الفاكس بالبيت معطلة، صعب أنه توصل وثائق لهون. ما في مشكلة كاشياب، أنا محتفظ بخطة احتياطية جاهزة من قبل. أنا في عندي نسخة من الفاكس موجودة بالمكتب، موظف المكتب رح يجيبها. أستاذ، تفضل الأوراق. مكتوب بهالوثائق بأنه مانبريت حصلت على شهادة العلاج الطبيعي من كلية كير أوريمال الطبية. هذا معناه بأنه كل اللي قايلته كان صحيح.
أنا لساتني مالي فهمان كيف صار هذا الشيء؟ أنا رح خبرك. توقعت إنه هذا الشيء رح يصير بشي يوم، لهيك أنا دورت على كل شيء بخص مامبريت الحقيقية بوقت سابق اللي متنكرة بشخصيتها. ولا تقلق، هي مو عايشة بالهند أبداً، لهذا السبب ما حدا رح يقدر يعرف أي شيء عنها. عن جد أنت صايرة ذكية كتير. أنا تعلمت إنه لازم أسبق عدوي بأربع خطوات على القليلة لحتى أقدر واجهه، بس مو هون المشكلة. ديب شخص بطبعه عنده دافع كبير لحتى ينجح. نحن ما رح نقدر نوقف ديب عن توقيع هالصفقة، حتى لو عملنا كل شيء نحن منقدر عليه. آسفة أبي مانو، هذا غلطي أنا، لأنه كان لازم خبرك كل شيء عن مامبريت الحقيقية من قبل. لو كنت بتعرف وقتها ما كنت مضطر إنه تروح لحتى تخرب جهاز الفاكس كرمال هدول الأوراق. أنا آسفة، كان لازم خليك تعرف كل شيء. ولا يهمك، حتى لو أنا ما عملت هالشي سلفاً، مؤكد كان ديب رح يوقع على الصفقة، بس الأوراق الحقيقية. كانوا معي. يا ترى شو الشي اللي عم يدور براس مانبريت هلا؟ أنا ما عم أفهم أي شي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.